بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا هنا في هذه الأجواء الرياضية المرحة، نتواجد بدوار البغادة القبلية والدوري المنظم يعني على هذا الملعب ديالك، وما حضرتوا معنا في الدوريات الأخرين اللي هم تموا كامل بنجاح، وهو جزء اللي كيظهر بعد هاد الشبان على إبداء هاد المواهب ديالهم ويوظفوها يعني في المجال الرياضي. وحنا كجماعة معنا محمد ديال المجلس وتشجيع، والدليل على ذلك على أن موجود معنا الرئيس، موجود معنا النائب البرلماني ديال إقليم العرائش، وهذا دليل على أن الأولويات اللي هي كوضعها المجالس بصلب الصميم ديال هذا الاهتمام ديال الشباب ديال جماعة رئيس الجنوب. نعم، باختصار شنو فرض الجماعة؟ شنو فرض الجماعة على مستوى البنية الرياضية والدعم الرياضي؟ هذا هو السؤال اللي كنوجهو ترجحوا للرئيس. المستوى عاود السؤال ديالك. يعني دعم البنية الرياضية والأنشطة الرياضية. البنية الرياضية كنا مكننا على أن كل الفرق الرياضية ديال الدواوير يعني من الألبسة والأحذية والشبكات والملاعب والتسوية ديال الملاعب، تم واحد 6 سنوات مشات فارغة على أن نضع هاد الشيء هذا، كنحاولوا نحيوا فاحنا بهاد 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 المناسبة هذه على أنه باش يكونوا هاد الفرق هادو كاملين ديال جميع الدوائر على أنها عندها ملاعب ديال القرب، وندير نخصوا لهم واحد الدعم من المجالس اللي باش يتمكنوا هاد الشباب هادو على إبداء الهواية ديالهم والمواهب ديالهم. وانتم كتشوفوا على أن راه في الدوريات اللي سبقوا اللي غطيتوها إعلاميا راه كانت ناجحة، وكانت واحد المواهب اللي حضروا فيها بشهادة الجميع.